انا اسمي سعيد من فريق تشالنجرز. احنا دلوقتي المشروع بتاعي عن سلة زبالة. احنا دلوقتي عاملين المنتج دوت علشان التلوث اللي بيحصل في مصر. دلوقتي احنا بنشوف في الشوارع بدل الزبالة بتكون في السلة بتكون حوالين السلة. احنا دلوقتي عشان نشد انتباه الناس عملنا زي كرة سلة وده باسكت الزبالة ماشي. هو مفروض المفروض اللي بيرمي الزباله بيقف ورا ثلاث خطوط احنا عاملينهم، المتعلم اللي هو الضعيف، الموهوب اللي هو نص نص، المحترف اللي هو بيعرف يرمي. احنا دلوقتي كنا المفروض اللي عاوز يرمي الازاز مش بيرميها من هنا، هو بيرميها من بيقرب خالص عند الزباله عن باسكت الزباله وبيرميها علشان نشد انتباه الناس ونقل من التلوث. احنا دلوقتي احنا ممكن لو عاوزين نبيع الحاجات ديت هنبيعها في البيوت وفي الكرة الساحية، لكن مش هنباع في الشوارع عشان ما تتكسرش على حاجة بس.